الجزائرية، حيث كان مرفوقا بمجموعة من وزراء الحكومة وكذا ممثلي الدول الإفريقية المشاركة في منتدى منطقة التبادل الإفريقي الحر، والذي عرف مشاركة أزيد من 400 مشارك. وخلال زيارته لجناح عرض المؤسسات الناشئة، أكد جلاب أن قانون المالية الجديد حمل جملة كبيرة من الإعفاءات الجبائية والضريبية لحاملي وأصحاب المؤسسات الناشئة والابتكارات. التغطية كانت لأحمد محمودي. على بالكم باللي البريمي مينيستر ناخذ دي ديسيزيون، يسون دون لو بروجي لوا دو فينونس، اكزونيراسيون توتال دامبو دي بي اس دو تي في ا، تي في ا، يورا ميم لو فون دو سوتيان دو ليكوسيستيم دي ستارت اب، اي بون كوراج، ربي يعاونكم.